شهداؤنا والله يعلم أنهم شهداؤنا سكنوا رحيب جناني هم كالبذور إذا اختفت تحت الثرى ملأت فضاء الأرض بالأغصان عنهم حكينا قصة المجد التي ستظل خالدة مدى الأزمان بدلوا وما بدلوه كان نفوسهم وكذا الفداء يكون للأوطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله صالح أعمالكم. يقول الله عز وجل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال نقشوا أسماءهم بأحرف من ذهب في أنصع صفحات التاريخ. رجال لا يمكن أن نقول عنهم رجال، بل هم جبال فوق الجبال. لقد ضحوا بأنفسهم وجادوا بأرواحهم، والجود بالنفس أعلى مراتب الجود. مرحبا بكم في قصة بطل. من هذا الضريح، ضريح بطل الجمهورية قائد ثورة 26 من سبتمبر المقدم علي عبد المغني، هذا الرجل العملاق الذي ضحى بروحه وجاد بنفسه من أجل أن تحيا الجمهورية ومن أجل أن ينتفض الشعب من ذل العبودية. هذا البطل القائد الثائر الحر الذي أصبح قبره مزارا وقبلة لكل ثائر يمني حر في هذه البلاد. وعلى حين غرة من الزمان تسللت السلالة الكهنوتية إلى عرش الجمهورية وتسلقت وتفشت وانتشرت داخل عظام الجمهورية، وكادت الجمهورية أن تسقط لولا أن تداركها الأحرار أبناء الشهيد علي عبد المغني والشهيد الزبيري. لولا أن قام هؤلاء الأحرار الثائرون وانتفضوا في وجه السلالة الكهنوتية لكانت اليوم أطبقت على الجمهورية وقضت على كل حر ثائر يمني. هذا ضريح قائد الثورة، قائد الجمهورية الأولى، قائد ثورة 26 من سبتمبر. إنه ضريح الشهيد علي عبد المغني الذي أصبح مزارا لكل ثائر حر في هذا الوطن الغالي. في هذا اليوم الأغر نترحم على شهادة ثورة سبتمبر وفي مقدمة الشهيد القائد علي عبد المغني
والذي كان له الدور الكبير في تفجير ثورة سبتمبر هو زملاء الثوار. ونعهد الله ونعهد قيادتنا وشعبنا العظيم أن احنا على دربهم سائرين وعلى مبادئ ثورة سبتمبر ماشيين ومحافظين عليها، ونأكد لأبناء شعبنا اليمني العظيم بأننا في هذا اليوم أن أبناء قوات مسلحة، قوات الشرعية والمقاومة الشعبية الذي تقاتل ضد الإنقلابيين لا تقاتل لمصلحة ولا لصالح حد أي أشخاص أو أحزاب، وإنما تقاتل لعادة الاعتبار لثورة سبتمبر وعادة الكرامة وحرية شعبنا اليمني لينعم شعبنا بأمنه واستقراره. مشاهدينا، ونحن نبحث في طيات التاريخ ننبش الأوراق ونستكشف وضع الشهيد رحمة الله عليه، فقل ما نجد من كتابات ونثريات هنا أو هناك، ولكنها لا تخلد قصة هذا الشهيد مثل هذا الفيلم. هذا الفيلم الذي أعده الزميل مانع سليمان وأخرجه الزميل مصطفى القرعي، وجدنا فيه أنه هو الأقرب إلى قصة بطلنا، بطل قصتنا لهذه الليلة، الشهيد المقدم علي عبد المغني، قائد الثورة، قائد ثورة 26 من سبتمبر وبطل الجمهورية الأولى. نتابع هذا الفيلم لنتعرف أكثر عن هذا البطل المقدام الذي ضحى بنفسه من أجل الجمهورية. هنا إذاعة الشعب، إذاعة الأحرار، إذاعة الثوار، إذاعة الشعب. علي عبد المغني رجل الصلاح وحامل بيارق الكفاح، تسلل في عام 1935 ميلادية ليتفجر من قرية بيت الرداعي بوادي بنا بركانا من براكين النضال المبدد لأوصال الإماميين في اليمن، ليمهد بهده للإمامة والكهنوت لنهضة تحرر تجتاح الاستعباد السلالي البغيض إلى سلات النتن التاريخي المهترئ. لم يأخذ اليتم الذي تجرعه قائدنا في الرابعة من عمره إلى الانطواء على الذات والانزواء نحو مصالحها الكامنة في التزلف والانبطاح، وإنما اتجه لمعين العلم لينهل من معارفه كل لوامع الحق وجوامع الخير. لقد مكنه حفظه للقرآن وهو في سن السابعة من تفهم معان: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. عاش مبغضا للقهر وسار على ظلال المحبة التي لا نهر فيها لأحد، تحزم أمتعة النضال والتثم ملاجم الكفاح وانطلق إلى صنعاء عام 1946 ميلادية ليعايش الترتيبات الأولى لاندلاع ثورة 48، وتأخذ ذاكرته التاريخية جرعات توعوية تنتغم بأزيز التحرر الذي ينطلق من أفواه البنادق. يصافح الرئيس العراقي جمال جميل ويحتضن في عناقه كل أنفة الشموخ، ويأخذ من تمتماته معاني السعادة الكامنة في أكباد التحرر. استكمل كل مراحل التعليم بتفوق منقطع النظير، مكنه ذلك التفوق من أن توكل إليه أعمال مدير المدرسة الثانوية قبل أن يتخرج منها بعد وفاة مديرها،
أعطي في مسيرته العلمية كل تراميز التكريم، وكان أهمها القلم الذهبي لولي العهد الإمامي محمد البدر. وأثناء تعرض مصر للعدوان الثلاثي في عام 1956 دشن قائدنا أعماله النضالية، وقاد أول مظاهرة طلابية في اليمن أرعبت الجبروت الإمامي ليؤخذ على إثرها إلى معتقل الرادع مع مجموعة من زملاء النضال ورفاق الكفاح. وفي عام 1958 ميلادية اتجه القائد علي عبد المغني إلى الكلية الحربية للالتحاق بها ضمن الدفعة الثانية التي وسمت بعد ذلك باسمه. حقق تميزا في التدريب العسكري والتحصيل الفكري للحرب، مما جعله يتصدر زملائه في القول والفعل، سواء في كلية الحرب أو مدرسة السلاح التي التحق بها بعد تخرجه من الكلية الحربية بتفوق كبير. جعلت ولي العهد محمد البدر يكرمه بتسليم قلمه الذهبي الخاص لقائدنا علي عبد المغني. لم يكن يعلم محمد البدر أن ابن عبد المغني آنذاك لم يتسلم منه القلم كمكرمة منه، وإنما كان ذلك بالنسبة للقائد عبد المغني رمزا لاستلامه لليمن من بين مخالب الإمامة وأكف الكهنوت. انطلق بعد ذلك إلى تحبير أهداف ثورة 26 من سبتمبر المجيد بشكل استمد في مضامينها الماضي الحضاري لليمنيين الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، كما أنه دبج فيها أحلام اليمنيين في المستقبل. كانت الثورة تسري بفكر القائد علي عبد المغني، كما أنها كانت تشتعل في أنامل تنظيماته وترتيباته لتفجيرها في 26 من سبتمبر من العام 1962 ميلادية. أعطى القائد علي عبد المغني إشارات الانطلاق الثوري لرفاقه بعد استكمال كل مستلزماته، بما في ذلك البيان الأول لإعلان انطلاق الثورة بأهدافها. وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 26 من سبتمبر 1962. انفجر البركان بوجه السلالة الباغية ليحترق في شرارته كل ماض أليم لليمن، وتشع في صبيحة يوم تليد بكل الأضواء المبددة لظلمات تعاتمت على اليمنيين لأكثر من عام. وبعد اندلاع البركان الثوري اجتاحت شرارته قلوب كل مقهور ومظلوم ومكلوم ومكتوم في اليمن، وتحول اليمنيون بعد الأمر الأول من القائد علي عبد المغني إلى ثوار في وجه جبروت الكهنوت واستبداد السلالة الدخيلة على اليمن نسبا وطبيعة وفكرة. لقد التحق بالقائد الشهيد بكل فئاته وتنوعاته، ضباطا ومفكرين وروادا وفلاحين، اندفع الجميع يلتهمون الإمامة ويطوون سجلات الجور فيها في يوم واحد. يا أبناء الشعب اليمني العظيم،
الساعه التي طالما سافحت من اجلها، والاونه التي طالما ناضلت من اجلها، هي ساعه الخلاص من الظلم والجور والمكر، من الجوع والخوف والمرض، قد وافتكم بجهود ابنائكم. فر محمد البدر كرأس للطغيان في عباءة امرأة، وفر كل عبد أدمن العيش تحت سياط الاستبداد، كلهم هرولوا هاربين أمام طوفان التحرر الزاحف من كل حدب وصوب. ولم يكتمل شروق بسمات التحرر في الشمال من شفاه القائد علي عبد المغني حتى أدرك تحركات مشبوهة للاستعمار في الجنوب نحو تطويق مأرب، كردة فعل غاضبة من قبل البريطانيين على إسقاط حليفه المتمثل بالحكم الإمامي في الشمال. انتفض القائد بن عبد المغني من كرسيه في مجلس قيادة الثورة ليسجل التاريخ قيادته لحملة عسكرية نظامية في 7 أكتوبر عام 1962 ميلادية لإنقاذ مأرب مما يحيكه الشريف الهبيلي لاحتلال السهول الشرقية في كل من مأرب والجوبة وحريب إلى إمارة بيحان. انطلق القائد علي عبد المغني بحملته العسكرية من صنعاء مرورا بجحانة، عبورا بنقيل العرقوب إلى الأعروش، ومن ثم نقيل الوتدة، ليصبح في مركز صرواح ليجد استقبالا حافلا من قبل مشايخ وعقال وأفراد منطقة جهم، معلنون التأييد الكامل لثورة 26 من سبتمبر ومناصرتهم لمسيرتها بالرجال والمال. يتعرض قائدنا لكمين في منعطف بين الضيقة وصرواح، يتجاوزه القائد بحنكة واقتدار ويكسر ببسالته شوكة الإمامي المرتزق الغدار، ويواصل المسير إلى باب الضيقة التي أضاق عدو الجمهورية فيها مسارات السبل وأحكم عميل الاستعمار فيها الفخ لقائدنا المستبسل المقدام. لقد أخرج الفخ قائدنا عن طور شجاعة القائد إلى فعل التهور في المواجهة واللامبالاة في تبعات البروز في المناورة والصد. ضرب قائدنا بما في يده من الذخيرة وأصاب بها من أصاب من العدو، واستنفد ما بجعبته من القنابل والرصاص. انهالت على جسده ذخائر العدو ليسطر في صفحات التاريخ أعظم نهايات استبسال لأعظم قائد وأصلب ثبات لأعظم جندي، ويرتقي على إثرها في 4 أكتوبر المجيد من العام 1962 ميلادية شهيدا، ويتجه إلى ربه برفقة كوكبة من أعظم فرسان حمير ومحاربي سبأ بطهارة جسد وبسالة روح. لقد صعد من أرض سبأ بمعيتهم إلى ربه بعد أن فتح نار التحرر بوجه الاستبداد والاستعمار معا بشكل يدرك أنه لن ينطفئ أبد الدهر. تقوم بعدها عجوز سبتمبرية بمواراة جسده في منطقة الجفينة بمارب بمعية رفاقه الأبطال في مشهد مهيب من وحدة النضال والكفاح وواحدية المصير، ويتم بعد ذلك إقامة نصب تذكاري له في نفس المنطقة التي دفن فيها في إيحاء لمن بعده من الثوار بأن مأرب الذي سقط فيها قائد ثورة سبتمبر ستكون بعد نصف قرن من الزمن ملاذ الجمهورية الوحيد ومنطلق لاستعادة اليمنيين ثورتهم من مخالب الإماميين وأشداق السلاليين القادمين من بين أنتان الكراهية وأنتان الحقد. يا ماردا في هامة التاريخ يطهر المحن، وصانعا أيلول صنعاء وتسرينا عذا، يا ماردا في هامة التاريخ يطهر المحن، وصانعا أيلول صنعاء وتسرينا عدا، لا لن ينال الطامعون من شموخه ولن، فلا مكان بيننا لعابد ولن.
شكرا جزيلا. وطبعا علي عبد المغني من الضباط الذين أثاروا جدلا واسعا في أوساط رجال التنظيم والحركة الوطنية اليمنية قبل الثورة. هناك يعني أحاديث متكررة من كثير من ضباط الثورة أن فكرة إنشاء تنظيم الضباط الحرة فكرة جماعية، يعني ليس وراءها شخص بعينه. طبعا وهذه الفكرة ما هيش مقبولة منطقيا، يعني إنه ماشي مجموعة تفكر بشكل جماعي ويتكلموا في وقت واحد وفي ثانية واحدة نريد ننشئ تنظيم. لابد أن يكون وراء فكرة إنشاء التنظيم شخص ما، تمام؟ حتى لو كان الحوار بين اثنين الذي يبادر بطرح فكرة، لابد أن يكون شخص بعينه. يعني التنظيم الضباط الأحرار له جذور من عهد عبد الله اللقي، يعني كان في تجمعات الضباط في أوساط صغار الضباط غير ضباط 48 و55 الذين هم من كبار الضباط يحملون رتب عليا من المقدم فما فوق، يعني كان يقولوا بيك باشي. يعني في 1961 ديسمبر 61 نشأ تنظيم الضباط الأحرار في خلية اسميت اللجنة التأسيسية في بيت عبد الله محسن المؤيد، الذي لا شك فيه أن علي عبد المغني كان من الضباط الذين يحظون باحترام شديد في أوساط صغار الضباط سواء دفعته أو الدفعة الأخرى، وكان هو ومحمد مطهر زيد صنوان كما يقال، يعني وكل واحد منهم هو يعني قائد دفعة، هم دفعتين مختلفتين يعني. وكان يتشاورا في كثير من الأمور، وجرت انتخابات للجنة التنظيم، فاز في الأولى عبد اللطيف ضيف الله، وفي أخرى الأشول، وفي الانتخابات الأخيرة عشية قيام الثورة كان الذي فاز بقيادة اللجنة القيادية لتنظيم الضباط الحرة هو علي عبد المغني بإجماع كله. فكان حينما تم التوجه للانطلاق لتفجير الثورة كان علي عبد المغني هو قائد التنظيم، وحينما يعني تم التحاور مع عبد الله السلال ليقود الثورة لم يأتي ليقود التنظيم وإنما قاد الثورة. ضباط الثورة هم الذي استدعوا المشير السلال باعتباره رتبة أعلى في منصب أعلى، كان قائد الحرس الملكي وله فضل النجاح لولا الأوامر التي أعطاها بفتح قصر السلاح ونزول الذخيرة لكانت الأمور لا تحمل عقبها. لكن علي عبد المغني كان من ضمن القيادات المخططة لتفجير الثورة الذين وضعوا الخطة الأساسية، وكان في مقر القيادة العامة يوم تفجير الثورة هو وعبد الله جزيلان ومجموعة من القيادات العسكرية الكبرى. على مستوى التنظيم علي عبد المغني كان الرأس، يعني ليلة تفجير الثورة كان الرأس القيادي للتنظيم، هذه مسألة ليس فيها شك. يعني هو مقاتل ومثقف ثقافة نوعية، وصلاته واسعة بكل قيادات الحركة الوطنية اليمنية. كانت حينها هناك يعني تنظيمين رئيسيين من التنظيمات السياسية الحديثة، لحزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القومين العرب، كان على صلة بكل هذه القيادات السياسية، وكان من ضمن القيادات علي عبد المغني وعبد الوهاب جحاف وفلان كثير من هذه القيادات السياسية المدنية الكبرى، وكان على صلة قوية بالمرحوم المناضل الكبير عبد السلام صبرة والفريق حسن العمري، وهؤلاء طبعا هم جيل 48، من بقي من 48 من نجوا من إعدام الإمام في 48 كان يشكل خط واسع. قبيل الثورة كان علي عبد المغني ممن كانوا على اتصال مباشر، يعني طبعا عبر التنظيم وعبر السفير المصري في اليمن، وأرسل رسالة خاصة باسم التنظيم لجمال عبد الناصر الزعيم تنظيم الأحرار، باسم تنظيم الضباط الأحرار، ورد فيها الزعيم جمال عبد الناصر نفذوا وأنا سأفي بكل التزاماتي، وهذه القضية معروفة. فعلي عبد المغني كان من يحظون باحترام شديد، وكان قائد مؤسس. حينما تأسس الخلية الأولى للتنظيم ما كانش موجود في صنعاء، كان موجود في تعز، كان ضمن الخلايا الضباط الأحرار اللي كانوا موجودين في تعز، ثم طلع إلى صنعاء وأصبح ضمن اللجنة القيادية. لكنه كان صاحب أفكار ريادية قبل إنشاء التنظيم وبعد إنشاء التنظيم، وكان صاحب كلمة مسموعة بقوة في أوساط كل الضباط الصغار والمتوسط الرتب وحتى القيادة السياسية المدنية. وحينما
قامت ثورة 26 سبتمبر لم يفكر في كرسي ولا في منصب ولا في قيادة، رغم أنه كان في هرم التنظيم وكان مطلوبا يعين في مجلس قيادة الثورة، كان هو عضو في مجلس قيادة الثورة، لكنه آثر أن ينزل الميدان فقاد حملة عسكرية كبرى اتجهت من خولان ووصل استشهد في صرواح. يعني كان طبعا هناك اعتراض كبير من قيادات التنظيم ومن أعضاء التنظيم ومن قيادات عسكرية أخرى على خروج علي عبد المغني إلى الميدان، كان في اعتراض كبير يعني، وحتى المشير السلال رحمه الله يعني قال له أنت مكانك هنا يعني في القيادة، لكنه آثر العمل الميداني وذهب إلى القتال حتى لقي ربه وهو واقف على قدميه ببطولة نادرة، وما زالت يعني تضحياته نجني ثمارها الآن الثورة والجمهورية رغم الانتكاسة التي نعاني منها الآن يعني، وقد يعود التاريخ تعود بعض أحداثه لكنه لا يعود كما هو يعني. الانقلاب الذي حصل في 21 سبتمبر 2014 وكان له أهدافه الخاصة، واختيار التوقيت كان اختيار نوعي، كان في مقصود طبعا يعني، لأنه في يوم 21 سبتمبر كان من ضمن الثلاثة الأيام الأولى التي كانت فيها مبايعة البدر يعني حينها، فأرادوه يعني يوم من سبتمبر بديل عن 26 سبتمبر، وطبعا اشترأوا على كل شيء يعني على الثورة والجمهورية ومحتواها ونظامها وعلى فكرة المواطنة المساوية والمتساوية والتداول السلمي للسلطة، جاءوا بأفكار أخرى جديدة لا علاقة لها لا بالثورة ولا بالجمهورية ولا بالنظام ولا بالمواطنة، جاءوا بأفكار عنصرية رجعية متخلفة مناطقية عشائرية سلالية. فنحن الآن نقاتل هنا لا لتصحيح مسار الجمهورية الأولى كما يقال، ولكن لنستعيد الجمهورية الأولى، هذا يعني. وهو طبعا احنا نسميها الان نقبل بهذه التسميه، هي مجازيه، لانه بعد 5 نوفمبر سموها الجمهوريه الثانيه، وعندما جاءت حركه 13 يونيو وقادها الشهيد خالد الذكر ابراهيم الحمدي سموها الجمهوريه الثالثه، وعندما جاء علي عبد الله صالح سموها الجملوكيه الاولى، يعني اختلط الحابل بالنابل. لكن مجازا نقول أن انقلاب 21 سبتمبر 2014 هذا الانقلاب الرجعي السلالي هو نقطة فاصلة بين مرحلتين مختلفتين، المرحلة الأولى مرحلة الثورة والجمهورية والدفاع عنها منذ 1962 مرورا ب 1970 ثم ما تلاها من عمليات سياسية وعسكرية، وما تلا هذا الانقلاب الآن من اصطفاف شعبي لكل قوى المجتمع للدفاع عن الثورة والجمهورية واستلهام روح وتضحيات ونضال علي عبد المغني ومحمد مطهر الزيد وكثير من وعبد الله عبد السلام صبرة وكثير وعشرات المناضلين من الثوار الذين استشهدوا في الميدان وهم يدافعوا عن الثورة والجمهورية بروح وطنية مبرأة ومطهرة من أي أفكار عنصرية أو سلالية أو مناطقية إلى آخر. رحم الله علي عبد المغني. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة أتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال الرسالة، في إيصال صورة مشرقة عن شهيدنا، عن بطل قصتنا لهذه الليلة، الشهيد علي عبد المغني. فإلى الملتقى في الحلقة القادمة، ومع ركن من أركان الجمهورية ومع العصا التي اتكأت عليها الجمهورية، فعندما سقطت العصا سقطت الجمهورية اليمنية. إنه الشهيد حميد القشيبي، انتظرونا في الحلقة القادمة. شهداؤنا والله يعلم أنهم شهداؤنا، سكنوا رحيب جناني، هم كالبذور إذا اختفت تحت الثرى ملأت فضاء الأرض بالأغصان. عنهم حكينا قصة المجد التي
ستظل خالدة مدى الأزمان. بذلوا وما بذلوه كان نفوسهم، وكذا الفداء يكون للأوطان. شهداؤنا والله يعلم أنهم شهداؤنا، سكنوا رحيب جناني، هم كالبذور إذا اختفت تحت الثرى ملأت فضاء الأرض بالأغصان. عنهم حكينا قصة المجد التي ستظل خالدة مدى الأزمان. بذلوا وما بذلوه كان نفوسهم، وكذا الفداء يكون للأوطان.